Abi güzel. Sağ ol. متابعين ومتتبعات موقع رفدية مباشرة معكم من مدينة زيو. هنا مسيرة احتجاجية لسكنة مدينة زيو تضامنية مع الشعب الفلسطيني. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. هذا الشكل التضامني مع أحبتنا وأهلنا في أرض فلسطين، في أرض الرباط، تنديدا بهذه الجرائم الصهيونية الوحشية ضد العزل، ضد الأطفال والنساء، العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي انتهك كل القوانين وكل الشرائع الدولية والإنسانية، وها أنتم ترونه يقتل ويدمر المستشفيات ويدمر المنازل بالقنابل وبالطائرات. والمجتمع العالمي صامت أمام هذه الجرائم، والذي شجع العدو الصهيوني على هذه الجرائم هو الأنظمة العربية الخانعة المستسلمة التي طبعت مع العدو الصهيوني وأعطته الضوء الأخضر ليقتحم الأقصى وليهود القدس. ونقول لكل المطبعين وكل الخونة، ونقول كذلك للاحتلال الصهيوني، إن الأمة حية والشعوب حية، ولا بد من يوم تستعيد فيه الأمة الإسلامية حقوقها، ويستعيد فيه الشعب الفلسطيني كرامته، وإن ذلك لقريب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.
اذا متتبعين ومتتبعات موقع رفديه كما كتتابعوا معنا الان كاين مسيره حاشده في مدينه زيون مباشره معكم. كنتمنى من الاخوان اللي كيتبعوا معنا هذه المباشره هذه يبارطاجيو معنا ماكسيموم هذه المباشره هذا تشجعونا على مزيد من المباشرات. وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما يمكن أن أصرح به هو هذه الهتافات وهذه الصرخات من مدينة زيو، من مدينة زيو الصامدة بإقليم الناظور جهة وجدة من المملكة المغربية إلى غزة الأبية إلى فلسطين إلى بيت المقدس. نعم، أبت هذه الجماهير إلا أن تخرج إلى الشارع لتعلن عن رفضها وإدانتها وشجبها لما يقع لإخوانها في فلسطين. نعم، بعد تطبيع المطبعين وبعد تخاذل المخذلين أبت هذه الجماهير إلا أن تقول كلمتها في الشارع نساء ورجالا أطفالا ورجالا. نعم، نحيي هذه الجماهير الأبية من مدينة زيو الصامدة، نحييها كثيرا على هذا الشكل النضالي الراقي والسلمي من داخل مدينة زيو. نعم، وقد شاركنا في هذه التظاهرة نداء تلبية لهذا للنداء المطلق من كافة الفعاليات المساندة للقضية الفلسطينية. ومن قبل كنا قد نظمنا شكلا نضاليا بسيطا إلا أنه وجه بالقمع، واليوم تحدت الجماهير وخرجت وانتصرت على آلة القمع وعلى آلة التطبيع. نقم نقول آن الأوان لحكام العرب، نعم، أن يصححوا المسار ويعلموا أن الجماهير الشعبية لا يمكن قهرها، لا يمكن التغلب عليها، وأن عروشهم إذا أرادت أن تبقى لابد أن تكون بصف الجماهير. فوالله إن الجماهير لا هي التي ستضمن لكم عروشكم، لا إسرائيل ولا أمريكا. ولقد رأينا كيف تخلت عن كثير من الملوك ومن الأمراء، نعم، ولكن الجماهير إذا كانت في صف الملوك والرؤساء استمرت العروش واستمر حكم الحاكمين. لذلك ينبغي أن يصحح المسار وينظر، نعم، ينظر إلى هذه الجماهير، ينظر إليها نظرة، نعم، نظرة حقيقية، أنها هي الثقل، هي الوزن، هي التي يمكن أن تسند كافة الحكام. فالجماهير لن تطبع أبدا مع إسرائيل، والقضية الفلسطينية لن تموت في قلوب المسلمين مهما حاول المروجون ومهما حاول المطبعون ومهما حاول كل الكيانات، لأنها أمر إلهي يحرسها جيلا بعد جيل. نعم، هي قضية قرآنية، قضية عقائدية تقذف في القلوب. نعم، ابني لم يكن يعرف شيئا عن القضية الفلسطينية، هو اليوم يعرفها، وأنا لم أكن شيئا، وأبي كان أميا وقد تعلمتها. فهي هكذا، نعم، يعطيها الله عز وجل جيلا بعد جيل. فلذلك لا تكذبوا على أنفسكم،
وعودوا إلى الجماهير، وعودوا لتحرير بيت المقدس، نعم كافة حكاما وشعوبا من أجل وأد الفتنة، لأن القضية الفلسطينية هي التي ستزرع الفرقان بين الحكام والشعوب، وأنا ذاك سيفر الحكام كفرار الفئران يوم يتخلون عن قضيتهم. أقول للجماهير من مدينة زيو تحية لكم وتحية لكفة أحرار المغرب في جميع المغرب، لأن هذه الوقفة هي في التاريخ، هي الآن منفصلة في المكان، متحدة في الزمان في جميع أنحاء المغرب. نقول لكافة الجماهير داخل التراب الوطني تحية عالية لكافتكم، وتحية لإخواننا في غزة وفلسطين وفي بيت المقدس، تحية من زاي الصامدة، والسلام عليكم ورحمة الله، والنصر لكم بإذن الله، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاه وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه. تخرج سكينة زي وهذا اليوم استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. نخرج اليوم في هذه المسيرة المباركة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، لنقول أولا للشعب المغربي وأحرار العالم بأن يساندوا ويقفوا بجانب إخوانهم في فلسطين، أن يدعموا إخوانهم في فلسطين بكل ما آتوا من مالهم، من علمهم، من جهدهم، من أرواحهم، من دمائهم. نخرج اليوم لنقول للمطبعين المتخاذلين المهرولين وراء إسرائيل، أنتم اليوم لستم بمشاركين في الجرائم، بل أنتم الفاعلون الرسميون، الفاعلون المباشرون، أنتم القتلة، أنتم المجرمون. هذه نتائج تطبيعكم. اليوم ترون الأطفال ونساء فلسطين يموتون، يذبحون، ها هي نتائج تطبيعكم تظهر. أرونا ماذا فعلتم بتطبيعكم هذا؟ إن كان لكم صدق وبرهنوا على مقاطعتكم لإسرائيل، برهنوا أوقفوا تطبيعكم مع إسرائيل. ومن هذا المنبر، من هذه الوقفة، ومن هذه المسيرة التضامنية، نقول لإخواننا فلسطين، نحن معكم بدمائنا، بأرواحنا، بأولادنا، بكل ما نملك. نعم أنتم المنصورون بإذن الله. إخواننا فلسطين اصبروا وثبتوا، إن الله معكم، إن الله سينصركم، إن الله ناصر عباده. أنتم يا أحبابي المنصورون، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. إن تلمون فعندهم يلمون كما تلمون، ويرجون ما لا ترجون. أحباب الكرام، هذا وعد الله، والله 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 إن إسرائيل لفي زوال. هذا يقيننا في الله، وهذا يقيننا في موعود الله سبحانه وتعالى. أنتم المنصورون بإذن الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اثبتوا يا أحباب الكرام، اطلبوا الله عز وجل أن يثبتكم، وأن يربط على قلوبكم، وأن يشفي جرحاكم، وأن يتقبل شهداءكم. يا أحبابنا أنتم الغالبون، إن الله عز وجل سينصركم بإذن الله. طال الزمان أم قصر، أبى المجرمون أم لم يعبوا، فأنتم يا أحبابي، يا رجال فلسطين، ويا نساء فلسطين، ويا أطفال فلسطين، أنتم العمل اليوم. أنتم ستحررون فلسطين، وستحررون الشعوب العربية التي قهرتها قروا حكامها. أنتم يا أحبابنا، أسأل الله عز وجل أن ينصركم. اللهم انصر إخواننا فلسطين. اللهم رب السماوات والسبع وما أضلت، ورب الشياطين وما أقلت، ورب الأراضين وما أقلت. أسأل الله عز وجل أن ينصركم، وأن يثبت أقدامكم،
وأن يشفي جرحاكم وأن يتقبل شهداءكم. صلى الله عز وجل لكم أن يمدكم بمداده، اللهم عز وجل يمدكم بمداده. صلى الله عز وجل أن يرفع شأنكم وأن رفعتم رؤوس أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم رفعتم رؤوس أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يخذلكم الله، لن يخذلكم الله، لن تهزم أمة قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تهزم أمة قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيروا إلى الأمام، أنتم المنصورون بعون الله سبحانه وتعالى. إن موعدكم الصبح وإن الصبح لقريب، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. قول لنا علاش خرجتوا اليوم وشنو هو هبطلكم ما دير هبطلكم عادي عادي شدي يعني تسوني علاش خرجتي اليوم شنو نضال تضامن مع فلسطين شنو هي الرساله ديالك للشعب الفلسطيني والاطفال الفلسطينيين كنقولوا حنا معاكم حنا شعب واحد فلسطين ومغرب شعب واحد كيف تقي الانظمه العربيه اللي كتطبق مع اسرائيل غلطه ان نكون مع فلسطين
من مكونات الجبهة، ونحيي كل الإطارات وكل الأحراس المكونة لهذه الجبهة الذين يحضرون معنا في هذا الشكل الحضاري الراقي لنوصل عددا من الرسائل لمن يهمهم الأمر. أيها الإخوة الكرام، لا بد أولا أن نفهم السياق الذي يأتي فيه هذا العدوان الصهيوني الغاشم على إخوتنا في فلسطين وفي غزة وفي المقدس وفي كافة أرض فلسطين. فاليهود الغاصبون لهم مخطط تهويد القدس واستباحة المسجد الأقصى، وهم قد عملوا على تنفيذ هذا المخطط منذ سنوات بدعم من أمريكا راعية الإرهاب العالمي، وبتواطؤ وتآمر من أنظمة الذل والعار العربية الخائنة من حكام الجبر والاستبداد الذين يحرصون على كراسيهم أكثر مما يحرص اليهود على الحياة. الشعب تقاوم، الأنظمة تساوم، الأنظمة تساوم، الشعب تقاوم، الأنظمة تساوم، الأنظمة تساوم، الشعب تقاوم، الأنظمة تساوم، الشعب تقاوم، الأنظمة تساوم، الشعب تقاوم، الأنظمة تساوم، لقد حاولت حكومة الاحتلال الصهيوني بقيادة نتنياهو أن توفر كل الظروف للجماعات اليهودية المتطرفة لإقامة طقوسهم في باحات المسجد الأقصى وطرد المرابطين في الأقصى في شهر رمضان، وكذلك حاولوا تهجير أهل حي الشيخ جراح وطردهم من منازلهم وتدمير بيوتهم. هذه المحاولة التي باءت بالفشل لأن إخوتنا المرابطين في أرض المقدس أفشلوا هذا المخطط المشؤوم بصمودهم بثباتهم بفدائهم للأقصى بأرواحهم ودمائهم، وما لم يكن يتوقعه العالم وكل المتآمرون مع الصهاينة، ما لم يكونوا يتوقعونه هو هذه الهبة، هو هذه الانتفاضة التي عمت كل أرجاء فلسطين في بيت المقدس وفي مدن أراضي 48 وفي مدن الضفة الغربية ثم غزة العزة ثم غزة الصامدة برجالها وبنسائها التي أصبحت الآن تدك تل أبيب بالصواريخ وبالقذائف بكل ما يملكون. غزة غزة رمز العزة، 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 غزة ناصرة، غزة التي تدفع الشهداء من الأطفال والنساء وتدفع الثمن نيابة عن الأمة ونيابة عن العالم الحر ضد الطغيان وضد الاستكبار العالمي. يوميا نرى أشلاء الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، نرى العدو الصهيوني يتجاوز كل الشرائع كل القوانين كل الأعراف ويدك الأبراج يدك المنازل في مع صمت رهيب من المجتمع الدولي. فغزة ليست محاصرة بالحقيقة، الذين هم محاصرون هي هذه الشعوب التي تريد أن تفدي الأقصى وأرض فلسطين بدمائها بأرواحها. نحن المحاصرون حقا، لأن الكل يريد أن يذهب إلى أرض فلسطين ليقدم دمه
سبيل رد الطغيان ورد الاستكبار ودفع الظلم ومن أجل كرامة المسلمين وكرامة الإنسان فوق الأرض. كلنا فدا فدا فلسطين الصامدة. وكلنا فدا فدا فلسطين الصامدة. وكلنا فدا فدا فلسطين الصامدة. كلنا فدا فدا فلسطين الصامدة. كلنا فدا فدا لأهلنا في فلسطين، في أرض المقدس، في الضفة، في أراضي 48 وفي غزة، واصلوا انتفاضتكم، واصلوا في انتفاضتكم، وشعوب العالم وكل الأحرار وكل الحرائر معكم. إرادتكم لن تنكسر، همتكم لن تنهزم. قد تدمروا الأبراج وقد تدمروا المساكن، لكن إيمانكم لن ينهزم وإرادتكم لن تنكسر. فكل شعوب العالم الحرة معكم. رسالتنا الثانية نوجهها للحكومة ولحكام في هذه البلاد الذين وقعوا اتفاقية الذل والعار. نقول لهم التاريخ سيلفظكم إلى مزبلة التاريخ أيها الخونة أيها المطبعون. هذه طعنة في ظهر المقاومة، في ظهر الأحرار. هذا الاختراق الصهيوني الذي نراه يوميا، نرى الصهاينة الذين يقتلون الأطفال هناك، يأتون فيستمتعون بأموال المسلمين هنا، يستمتعون وهم محروسون هنا في بلادنا. أرضي حرة والتطبيع يطلع برا. أرضي حرة والتطبيع يطلع برا. أرضي حرة والتطبيع يطلع برا. أرضي حرة. منكم دعما إنسانيا، لا يريدون منكم دواء ولا قففا ولا زيتا، إنما يريدون رجالا، إنما يريدون أصحاب المواقف. لا عذر لكم إلا أن تعتذروا لهذا الشعب، لأن أجدادنا ضحوا بدمائهم. لا زالت أرض فلسطين مسقية بدماء المغاربة، ولنا هناك حارة المغاربة وما وباب المغاربة. فقد خذلتمونا، قد طعنتم المقاومة في الظهر، فلا عذر لكم إلا أن تتوبوا إلى ربكم وتعتذروا لفلسطين. للروح بالدم نفديك يا فلسطين. 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 رسالتنا الأخيرة إلى كل المغاربة رجالا ونساء أطفالا وشيوخ، أن الأقصى أمانة، القدس أمانة، فلا تفرطوا فيها. هذه الأشكال التي تنظمونها، هذه التظاهرات، هذه المسيرات التي تنظم هنا في أرض المغرب، هي دعم معنوي لإخوتنا المرابطين، لإخوتنا المجاهدين، لإخوتنا في فلسطين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فلا ينبغي أن
شعب حر مع الأقصى مع فلسطين، نرفض الخيانة، نرفض التطبيع إلى مزبلة التاريخ. هذا التطبيع وهؤلاء الخونة الذين وقعوا هذه الاتفاقية. رسالتنا الأخيرة كذلك إلى إخوتنا في فلسطين، أن اصبروا واصمدوا، فالله ناصركم. فالغدو للإسلام ولبحر الطغيان على هذه الأرض إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، توحيد لا إله إلا الله، نشارك في هذه المسيرة فداء لفلسطين. فلسطين وطننا الثاني، فلسطين قضيتنا الأم، فلسطين قضية عقيدة، قضية إيمان. الشعوب مع القضية الفلسطينية روح قلبا وقالبا، إلا أن الأنظمة العربية خذلتها. ولكن نقول لإخواننا الفلسطينيون، نحن معكم، نحن إلى جانبكم، نحن ندعمكم بكل الوسائل التي نتوفر عليها. وندعو جميع الشعوب العربية أن تشارك وأن تساهم وأن تساند القضية الفلسطينية بكل ما أوتيت من قوة وشكر. شكرا جزيلا. نحن هنا مع تضامنا مع أطفال فلسطين ومع شعبه ومع كل أمة فلسطين، كي نساهم ونشارك في هذه القضية الفلسطينية وهذا الظلم الذي حدث في هذا العصر الذي ليس فيه أي جهل. نقدركم ونحن أيضا فخورون بجهودكم، أي أنكم تعيشون ما هو قاسي أكثر منا وأنتم صامدون أكثر منا. الرسالة ديال الأنظمة العربية اللي كتطبع مع الأنظمة العربية اللي كتطبع مع فلسطين، ضد الأنظمة العربية. نحن ضد الأنظمة العربية التي قامت بتطبيع مع الصهيون، ونحن لا نقدرهم أبدا ولا نحترمهم. الله أكبر.
إذن متتبعين ومتتبعات موقع رفدية مباشرة معكم من مدينة زيو، كما تبعتم معنا كانت هنا مسيرة احتجاجية، مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة زيو، شارك فيها الأطفال والكبار كما تبعتم معنا، كانت مسيرة حاشدة. أستاذنا الكرام، نرفع أكفنا إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى، ندعو الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لنا ذنوبنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا هذه الخرجة يا رب العالمين. اللهم تقبل منا هذه الوقفة مع إخواننا ومع المسجد الأقصى. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المرابطين في المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا في غزة العزة. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم تقبل شهداءنا في فلسطين. اللهم تقبل شهداءنا في فلسطين. اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالأمريكان المعتدين. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم. اللهم عليك بالمطبعين. اللهم عليك بالمطبعين. اللهم ارسل عليهم الأمراض والأسقام. اللهم شتت جموعهم. اللهم فرق جموعهم. اللهم لعنهم لعنا عظيمة. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي بورما وفي أراكان وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم يا ربنا يا مولانا يا كريم، انصر الشعوب المظلومة. اللهم انصر عبادك المظلومين. اللهم ارفع يا ربنا سلطان الظالمين عنا. اللهم اذهب سلطانهم علينا. اللهم اذهب سلطانهم علينا. اللهم انصر المجاهدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن الكريم. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم ربنا ردا جميلا إلى دينك. اللهم اصلح نساءنا ورجالنا وشبابنا وصغارنا وكبارنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا يوم الوقوف بين يديك. اللهم ارحمنا يوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Hey!
تبع المدرسة. إذن متتبعين ومتتبعات موقع رفدية، كنا معكم مباشرة من مدينة زيو. كانت هنا مسيرة احتجاجية جابت شوارع وأزقة مدينة زيو تضامنا مع الشعب الفلسطيني. دمتم في رعاية الله، إلى بث مباشر آخر.